بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة، بدأنا في لقاء سابق بإعجاز سورة مريم. من المهم أحبتي في الله مشاهدة الحلقة السابقة، وسأعطيكم ملخص سريع عنها. قلنا إن أول رقم نزل على النبي صلى الله عليه وسلم كعدد صحيح في سورة مدثر عليها 19، خاطب الله به أهل الكتاب، قال ليستيقن الذين أوتوا الكتاب. فشاء الله تبارك وتعالى أن يكون رقم السورة التي هي تتحدث عن أهل الكتاب وبخاصة النصارى سورة مريم، جاء رقمها 19. وعندما قمنا بعد الآيات التي تحدثت عن قصة مريم، يعني أول آية ذكر فيها اسم مريم وآخر آية ذكر فيها اسم مريم، كان عدد الآيات 19. تأملتم أيها الأحبة؟ إذن هناك إعجاز رائع يقوم على العدد 19، لا يمكن لأحد أن يأتي بمثله، لا يمكن لأحد أن يثبت أنه جاء عن طريق المصادفة. فدعوني الآن أذهب إلى سورة مريم. البرنامج فيه هنا ميزة أنك تستطيع اختيار السور. نختار السورة رقم 19 هكذا من هنا، وهي سورة مريم، ونضغط موافق. فطبعا هو أعطاني فقط الآيات التي فيها اسم مريم، لأنني كنت أبحث قبل قليل عن اسم مريم. وردت 3 مرات في سورة مريم، اسم مريم ورد 3 مرات. إذن سورة مريم ذكر فيها اسم مريم 3 مرات فقط، وعدد الآيات من الآية الأولى التي ذكر فيها اسم مريم إلى الآية الأخيرة حيث ذكر اسم مريم 19 آية بالضبط. الآن أيها الأحبة، سأذهب من جديد لعرض سورة مريم كاملة، اختيار السور، ثم أذهب إلى سورة مريم رقمها 19 وأضغط موافق. الآن عرض لي سورة مريم كما نرى أمامنا. هنا طبعا يعطيني هذا الجدول الحروف الألفبائية التي تشكلت منها يعني الجملة أو الآية الكريمة. يعني هنا مثلا كل آية كم حرف هجائي فيها، مثلا كاف ها يا عين صاد فيها 5 حروف، فيها الكاف والهاء والياء والعين والصاد كل واحد مرة مرة. ذكر رحمة ربك عبده زكريا 13 حرف هنا، الراء 4 مرات، الكاف 3، الباء 2، الياء 1، الهاء 1 إلى آخره. طبعا يرتب لك محتويات الحروف أو عدد الحروف الموجودة في هذه الآية، يرتبها حسب الأكثر تكرارا. طبعا هناك إمكانية في البرنامج أن يقوم بترتيب الحروف كما تحب أنت، يعني حسب الأكثر تكرارا أو الأقل، أو حسب الترتيب الهجائي إلى آخره. مهم أيها الأحبة، أنا لدي الآن سورة اسمها سورة مريم. الله تعالى أخبرني أن هناك إعجاز في هذه السورة. كيف علمت؟ علمت أنه أنزل العدد 19 وخاطب به أهل الكتاب، وجعل رقم سورة مريم 19، وجعل عدد الآيات التي تتحدث عن قصة مريم 19. إذن هذه مؤشرات يعني يدركها من لديه خبرة بالقرآن الكريم، يدرك أن هناك معجزة تقوم على العدد 19، سوف نكتشفها الآن بإذن الله تبارك وتعالى. العمل الذي قمت به، قلت سورة مريم سورة طبعا عظيمة وفيها آيات رائعة جدا، وفيها تبرئة للسيدة مريم التي اتهمها اليهود بالفاحشة والعياذ بالله. سيدة مطهرة حملت بأمر من الله ونفخ الله فيه من روحه سيدنا المسيح عليه السلام، وجعله معجزة هو وأمه
جعلهما آية للعالمين، وخاطب بها أيضا أهل الكتاب من النصارى، حيث إن المسيح عليه السلام أكد أنه عبد لله، قال إني عبد الله. دققوا، أول كلمة نطق بها عيسى عليه السلام بعد ولادته بقليل وهو في المهد، وهو طفل ربما عمره يعني ساعات أو أيام، نطق وقال، أول كلمة قالها قال إني عبد الله، آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. المسيح كان يصلي صلاة قريبة من صلاتنا، فيها سجود وفيها ركوع. إذن أيها الأحبة، هذا موضوع آخر، ولكن المسيح كان مسلما، كان يصلي صلاة قريبة جدا من صلاتنا، فيها ركوع والسجود والذكر لله، وكان يتلو الإنجيل الذي أنزله الله إليه، وهو كتاب مقدس يشبه القرآن تماما، نفس المعلومات والصياغة إلهية، وليس مثل الكتب التي تسمى كتب مقدسة وهي من تأليف البشر. المهم أيها الأحبة، العمل الذي فكرت أن أقوم به، قلت كم مرة وردت حروف مريم في سورة مريم؟ يعني هل يمكن أن يعني يكون لهذه الحروف مريم، مر يم ميم راء ياء ميم، هذه الحروف الأربعة ميم راء ياء ميم مريم، هل يمكن أن يكون هناك علاقة لتكرار هذه الحروف بالعدد 19؟ يعني هل المصادفة يمكن أن تجعل حروف اسم مريم في سورة مريم التي رقمها 19 وعدد آيات القصة 19، يعني من مريم الأولى إلى مريم الأخيرة 19، فهل يعقل أن يكون له علاقة بالرقم 19؟ كانت مفاجأة أيها الأحبة. الآن سأستخدم البرنامج أمامكم لكي لا يبقى للمشككين عذر أو حجة. هذا البرنامج موجود، يستطيع أي إنسان أن يطلع على النص الموجود هنا، ووضعنا فيه إمكانية لنسخ البيانات، يعني تستطيع أن تنسخ القرآن كاملا، تصدير ما في جدول الآيات والسور إلى ملف إكسل، يعني تستطيع أن تنسخ هذا الملف كله، قاعدة البيانات متاحة للنسخ والدراسة والمقارنة مع مصحف المدينة المنورة، لكي لا أحد يقول إننا وضعنا حروف زيادة أو هناك حرف ناقص أو حرف زائد لتنضبط حساباتنا عليه. هذا البرنامج مطابق لمصحف المدينة المنورة الموجود بين أيدينا اليوم، حرفا حرفا وكلمة كلمة. الآن أيها الأحبة، العمل الذي أود أن نشاهده معا، نكتشفه أنا وأنتم معا، أنني سأقوم بتحديد كل الآيات. قمت بتحديد الآيات. طبعا هنا أيها الأحبة سيعطيني تفاصيل الحروف، طبعا سيعطيني تفاصيل توزع الحروف في سورة مريم. سورة مريم الألف تكرر 688 مرة، اللام 385، الياء 342، النون 340، الميم 287. لاحظوا أن الرقم يتناقص كلما توجهنا هكذا. أقل حرف ذكر في سورة مريم هو حرف الظ 5 مرات. إذن برنامج دقيق جدا يعطيني التكرار كل حرف. أنا الحقيقة لا أريد تكرار هذه الحروف، أريد تكرار فقط اسم مريم، لأن السورة اسمها سورة مريم، والله تبارك وتعالى اختار هذه الحروف مريم، اختار هذه الحروف ميم راء ياء ميم، طبعا الميم مكرر. فحرف الميم مثلا حرف الميم تكرر 287 مرة، لماذا؟ كل المشككين سيقول لك هذا رقم عشوائي ليس له أي معنى، يعني يقول لك من الممكن أن يتكرر 300 مرة أو 200 مرة أو 500 مرة، لا مشكلة، الصدفة أخرجت هذا الرقم. طيب
أنا سنفترض جدلا أنها مصادفة. وحرف الياء 342 أكثر طبعا. طب لماذا هذه الأعداد؟ هل هي مصادفة أم أن هناك نظاما يجب أن يقوم على الرقم 19 ويجب أن يراعي تكرار اسم مريم في سورة مريم؟ كم مرة قلنا ذكر اسم مريم؟ 3 مرات. دققوا أيها الأحبة، أنا لدي الآن، سنكتشف معجزة بالفعل تحير العقول. لدي اسم مريم ذكر في سورة مريم 3 مرات، ولدي العدد 19. 19 هو رقم سورة مريم، وعدد آيات قصة مريم من مريم الأولى إلى الأخيرة 19 آية، يعني أنا عندي 19 و19 و3. تمام؟ سأكرر، سورة مريم رقمها 19 في القرآن، رقمها 19، يستطيع أي إنسان أن يفتح ويشاهد هذا بعينه. اسم مريم ذكر 3 مرات، ولكن هذه المرات 3 ذكرت ضمن قصة. أول مرة ذكر اسم مريم واذكر في الكتاب مريم. هنا أيها الأحبة، يعني نحن إذا أردنا طبعا أن نعود هنا، دققوا معي، هذه أول مرة ذكر فيها اسم مريم، واذكر في الكتاب مريم. إذا نزلنا 19 آية، سأحدد 19 آية. انظروا، 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19. ستكون الآية ذلك عيسى ابن مريم. آخر مرة ورد اسم مريم في سورة مريم في هذه الآية. إذن أول آية واذكر في الكتاب مريم، آخر آية ذلك عيسى ابن مريم، عدد الآيات 19 ورقم سورة مريم 19 ومرات تكرار مريم 3. طيب أنا دعوني الآن أستخدم الآلة الحاسبة فقط وأقوم بضرب هذه الأعداد 3، يعني سأضرب العدد 19، سأضربه أيها الأحبة في 19 ثانية، سأضربه في 3. كم الناتج؟ 1083. هذا العدد طبعا الكثير يقول لا معنى له، ولكن سنكتشف ماذا يدل هذا العدد الآن. نرجع إلى سورة مريم. قلنا الحروف في سورة مريم كما نشاهد أمامنا هنا، سأقوم بتحديد حروف سورة مريم. قلنا إن الميم تكرر 287 مرة. دعوني أعود وأستخدم الآلة الحاسبة. الآن أنا سأحسب، تذكروا هذا الرقم أيها الأحبة، 1083 يساوي 19 في 3. الآن أنا أريد أن أحسب عدد حروف اسم مريم في سورة مريم. عملية بسيطة جدا وواضحة، لا أتصور أن أحد لم يفهم هذه القضية البسيطة. يعني الميم كم مرة ذكر، والراء والياء والميم فقط. إذن أيها الأحبة، دعوني أجمع حروف اسم مريم في سورة مريم. حرف الميم قلنا إنه تكرر 287 مرة، وحرف الراء 167 مرة. حرف الراء 167، طبعا الواو 270، الراء 167، والياء 342، والميم 287. إذن سنبحث عن حروف اسم مريم في سورة مريم. كم مرة تكررت هذه الحروف؟ سوف نكتشف مفاجأة أيها الأحبة. دعوني أستخدم معكم الآلة الحاسبة. حرف الميم قلنا 287، حرف الميم. الراء 167 زائد 167،
زائد الياء 342 زائد ماذا؟ الميم الأخيرة لأن الميم مكررة، مر يم. إذن الميم 287 287-87 كم المجموع؟ 1083 1083 هذا العدد ماذا يساوي؟ أنا لدي هنا في البرنامج تستطيع أن تحل العدد إلى عوامله الأولية. 1083 ماذا يساوي؟ 19 × 19 × 3. لا نملك إلا أن نقول سبحان الله. إذن سأكرر أيها الأحبة، سورة مريم رقمها 19، وقصة مريم آياتها 19 من مريم الأولى إلى مريم الأخيرة، واسم مريم ذكر 3 مرات. هذه الأرقام جداؤها يساوي 1083. 1083 هو عدد مرات ذكر أو تكرار حروف مريم في سورة مريم. والله شيء يجعل العقل يحتار، يعني حقيقة إنه هل هذه مصادفة؟ يعني يأتي عدد حروف اسم مريم، الميم والراء والياء والميم، بالضبط يساوي 1083 يساوي 19 × 19 × 3، وكل رقم له دلالة أيها الأحبة. يعني هذه 19 رقم سورة مريم، 19 الثانية عدد الآيات، آيات مريم من مريم الأولى إلى الأخيرة، والثلاثة هو تكرار اسم مريم في سورة مريم ذكر 3 مرات. والله يعني أنا لا أتصور إنسان لديه ذرة عقل يمكن أن يقول هذه مصادفة. دعوني أتابع معكم أيها الأحبة. الآن الله تعالى إذن اختار تركيبة معينة لسورة مريم وكلمات معينة وألفاظ معينة بحيث تعطيك أن حروف مريم تساوي 19 × 19 × 3. طيب كم عدد كلمات سورة مريم؟ لو قمنا بعد كلمات سورة مريم، أولا أيها الأحبة، كاف ها يا عين صاد ليست كلمة. حسب تعريف اللغة لدينا قلنا الكلمة اسم وفعل وحرف، هذه ليست اسما وليست فعلا وليست حرفا، لذلك لا يمكن أن نعدها مع كلمات السورة. الكلمة من شروط الكلمة في اللغة العربية أن تكون موجودة في المعجم، يعني مثلا ذكر رحمة ربك عبده زكريا، زكريا اسم له معنى موجود في المعجم، وعبده لها تصاريف لغوية من الجذر اللغوي عبدة، رحمتي أيضا من الجذر اللغوي رحم يرحم، لها مجموعة تصاريف لغوية. وكل سورة مريم، كل كلمات سورة مريم وكل كلمات القرآن طبعا موجودة في معاجم اللغة باستثناء هذه الحروف المقطعة التي هي سر سنكتشفه إن شاء الله في اللقاء القادم. إذن أنا أريد أن أستثني هذه الكلمة فقط وأبدأ العد من ذكر رحمة ربك عبده زكريا حتى آخر كلمة، وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. أقوم بتحديد هذه الآيات كلها أيها الأحبة. إذن سورة مريم ما عدا كاف هاء يا عين صاد قلنا هي ليست كلمة وليست حرفا، هي حروف مقطعة لها إعجاز خاص. عدد الكلمات من أول كلمة ذكر رحمة ربك عبده زكريا إلى آخر كلمة في سورة مريم، يعني عدد كلمات سورة مريم كم أيها الأحبة؟ انظروا هنا البرنامج يعطيني 1083 كلمة بالضبط. نتحدى أن يأتي شخص ويثبت لنا أن هذا الرقم غير صحيح. قمنا بإحصاء الكلمات كلمة كلمة وحرفا حرفا، لا يستطيع أحد أن يثبت لنا
أن هناك كلمة زيادة أو كلمة ناقصة. هذا العدد كما قلنا سنتأكد منه مرة ثانية، سنضع هنا في برنامج التحليل العدد 1083، نجد أنه يساوي 19، في 19 في 3. بالله عليكم أيها الملحدون أيها المشككون، أليس لكم عقل؟ أليس لديكم حس رقمي؟ هذه سورة مريم التي نزل العدد 19 في بداية نزول القرآن، خاطب الله به أهل الكتاب ليستيقن الذين أوتوا الكتاب، وجعل سورة مريم رقمها 19 في القرآن، وجعل الآيات التي تحدثت عن مريم من أول آية إلى آخر آية 19 آية بالضبط، وجعل حروف اسم مريم الميم والراء والياء والميم في سورة مريم 1083 حرفا، 19 في 19 في 3. هذا العدد هو نفس عدد كلمات سورة مريم، طبعا ما عدا الكاف هي عين صاد. تأملتم أحبتي في الله حجم الإعجاز؟ بقي أن أشير أننا عندما قمنا بعد الحروف عددنا الحرف الموجود في كاف ها ياء عين صاد، حرف الياء عددناه، لماذا؟ لأنها هذه حروف مقطعة، كاف ها ياء عين صاد، أثناء عد الحروف نتعامل معها كحروف، ولكن أثناء عد الكلمات لا نتعامل معها ككلمة لأنها خارج معاجم اللغة، وإعجازها سنكتشفه إن شاء الله في اللقاء القادم بصورة مذهلة تقوم على الرقم 19. والله أيها الأحبة لا نملك إلا أن نقول كما علمنا الله تبارك وتعالى عندما نرى آية من آيات الله، ماذا نقول؟ وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بهذه المعلومات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.